يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المسلمين في صلاته لا يحرك شفتيه في القراءة وفي الذكر، فهل تعتبر الصلاة صحيحة؟ وما الذي أجراك عن هذا؟ إذا ثبت هذا أنه ما يحرك شفتيه في قراءة الفاتحة إنها لا تصح الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يتلفظ بها على الأقل بقدر ما يسمع نفسه. نعم.